بسم الله الرحمن الرحيم من جامعة القادسية كلية التربية قسم علم حياة المرحلة الثانية دكتور ميثاق حمزة المادة حاسبات برنامج اكسل مايكروسوفت اكسل. اليوم محاضرتنا عن تبويب الصيغ، وحبيت اشرح هذا التبويب بطريقة ان شاء الله تكون مفيدة لجميع الطلبة واللي يشاهدون هذا الفيديو. الصيغ هي عبارة عن، يعني أنا أسميها الصيغ والدوال. الدوال هي الدوال يقصد بها المكتبية المخزونة في برنامج أكسل، وهذا ممكن أيضا يعني بطريقة المطور نقدر إحنا نضيف لها دوال مكتبية أخرى. مثل إيش الدوال المكتبية؟ وعندنا أيضا الجانب الثاني راح نتحدث عنه إن شاء الله اللي هو الصيغ. هسه الدوال تشوفون بشريط الصيغه، هذا يسمونه شريط الصيغه. هذه الاف اكس تدل على ادراج داله. الداله شو تريد؟ تريد اولا مكان تنخزن به، وتريد باريميتر يعني معلومات تشتغل عليهن، يعني داله لشنو وعلى شنو ووين. مثلا انت تريد تحسب الوسط الحسابي، تريد تحسب الانحراف المعياري، تريد تحسب الاختبار تي او اختبار اف، التوزيعات، التباين، الوسيط، المنوال، وغيرها من مقاييس السيطرة النوعية او مقاييس التشتت اللي ان شاء الله تحتاجونها في دراستكم من حيث او الجانب الاحصائي. فهسه لو مثلا انا اريد احسب الوسط الحسابي لبيانات معينة، مثلا هاي البيانات اريد احسب لها الوسط الحسابي، او خلينا نحط ارقام، مثلا خلينا نقول درجات، يعني مثلا 50 34 100 مثلا 89 درجات، يعني ناجحه وراسبه. هذه الدرجات اريد احسب لها الوسط الحسابي. اولا وين اخزن الوسط الحسابي؟ لازم اخليه في خليه فعاله فارغه هاي بالبدايه حتى احسب الداله اللي اريدها. فمثلا بي 1 اخليه، اروح للاف اكس اضافه دوال. هنا راح تظهر لي ثلاث اشياء، اما ابحث عن داله اني يعني اكتبها او حافظ اسمها مثلا او مختصر لها، مثلا داله معينه مثلا الوسط الحسابي اللي هي الافرج بالانجليزي الافرج، واكتبها واجي ابحث عنها، مثلا اسوي لها انتقال الى الافرج. فتلاحظ من هو طلع لي الافرج اللي اريدها، او تحديد فئه. يعني هسه بنفتح الفئات، هذا السهم يفتح الفئات، كل الدوال ماليه، تاريخ، رياضيات، احصاء، بحث، قاعده، نص، منطقيه ومعلومات. مثلا اني اهتمامي بالاحصاء، فتطلع كل الدوال الاحصائيه اللي انا محتاجها. الافرج هو هذا الرمز مالته افرج اي، واضغط على موافق واختار على مربع التحديد، احنا سميناه هذا بعد مربع التحديد، اضغط عليه على مود احدد بياناتي. راح تصغر النافذه، لاحظ نضغط عليه مره ثانيه، هاي النافذه ضغط عليه صغرت النافذه، اتركه، اجي بالماوس احدد بياناتي اللي انا اريدها، كمل التحديد بيانات اللي اريدين، اضغط عليه مره ثانيه، رجعت للنافذه مال المعلومات او وسيطات الداله يسمونها، وقل له موافق. راح يظهر لي الوسط الحسابي وين؟ نعم 64 بسبعين وستة بالعشرة. ومثل ما تعرفون بين الوسط الحساب مو دائما ينجح في يعني تحديد يعني النزعة المركزية لبيانات معينة، خاصة إذا كانت أكو بيانات يعني كثير من متطرفة بالموضوع. يعني مثلا نص الطلاب ماخذ 100 ونص الطلاب ماخذ 0، فمن نجمعهم نقسمهم على عددهم راح يطلع 50، وهذا مو صحيح. يعني اكو طلاب صفر واكو طلاب 100، فش ما ابتعدت البيانات عن وسط الحساب راح يسبب لي مشكله، وهذا اللي كشف الانحراف المعياري. انحراف المعياري يعني لو مثلا خلينا البيانات هذه، راح تلاحظون وسط الحساب بعد ارتبط قام يتغير ويا مثلا ايضا 100 والباقي صفاره، خلينا نقول باقي صفاره، راح يطلع 60، وهذا مو صحيح. راح نشوف انحراف المعيار، نحدد خليه فارغه، نضغط على الاف اكس
ونختار إحصاء ونجي على انحراف اللي هو الـ STD Standard Deviation. إذن بحرف الـ S راح ندور Standard Deviation اللي هو هذا، ونحدد البيانات مالتنا، نجي نحددهن ونضغط موافق ونشوف انحراف المعيار يعني كلش كبير 48 و9 و92% يعني تقريبا 49، وهذا انحراف كلش كبير، انحراف معيار ايش ما صغر يعني مقرب الى الصفر. راح تكون البيانات مالتي متجمعه حول الوسط الحساب، وبالتالي الوسط الحساب راح يمثلها يعني اكثر وضوح، يعني هسه من نطلب بيانات مثلا قريبه، مثلا كل ما اخذ مثلا 100 او 99 ومثلا 98، تلاحظ بانه انحراف معياري صغر، اذا وصل الحساب فعلا يمثل لي الاغلبيه الموجوده في المجموعه مالتي. وهذا يعني حتى يبين يعني من ناحيه الانتخابات، ومن ناحيه يعني تمثيل مجموعه معينه لازم تكون هذه المجموعه متآلفه وقريبه للشخص المنتخب او الممثل لهذه المجموعه. اذا كانت بعيده عن راح هذا الشخص ما راح يمثل هذه المجموعه افضل تمثيل. ف هذا بالنسبه للدوال. اذا الدوال اني ثلاث خطوات. الخطوه الاولى بانه اولا احجز مكان خليه فعاله فارغ. ثاني شيء احدد الداله اللي اريدها اني، مثلا المنوال المود، لو نجي عليه المود اللي عندنا مثلا هذا المود، واقول له موافق، واحدد البيانات مالتي اللي هن ذني. هاي الخطوه الثانيه، والخطوه الثالثه تحت. اذا هذا المود هو اللي اكثر تكرار يعني بالبيانات مالتي، اكو مالتيبل واكو سنجل المود يعني مفرد. فهذا المود هو اللي يحدد لي اكثر تكرار الموجود بالبيانات مالتي اذا كانت هناك تكرارات للبيانات مالتي. هاي بالنسبه للدوال المكتبيه او المخزونه في المخزونه في برنامج اكسل، او المكتبه الداليه لبرنامج اكسل صح التعبير. عندنا ايضا الصيغ. الصيغ هنا يعني الصيغ بما معناها احنا نكتبها. شلون يعني احنا نكتبها؟ مثلا صيغه خاصه، خلينا نقول شلون يعني صيغه خاصه. صيغه خاصه مثلا يقول اضرب مثلا عناصر العمود اي في الرقم 4، اذا اختار، ما دام قال لي عمود اذا اختار عمود وفارق ما موجود ببيانات، وابدا بالبيان الاولى. البيان الاولى يساوي، اكتب لازم بالصيغ اول شيء لازم يساوي، عمليه اليساوي جدا مهمه. يساوي منو مقابلها؟ هذه مقابلها الخليه مال اي 1، اذا اي 1 بيش اضربها؟ هاي قال لي اضربها بأربعة واضغط انتر، اذا ضربت الخليه الاولى مال اي بأربعة، لكن الخلايا البقيه ما اكتب هنا كل ساعه، اروح الى مربع التعميم. هذا نسميه احنا مربع التعميم، اللي هو مربع بالزاويه السفلى اما اليمنى او اليسرى. تلاحظ المؤشر مال الماوس تغير شكله، يعني من صليب ابيض الى صليب اسود محاط بهاله بيضاء. من يصير محاط بهاله بيضاء اضغط على المفتاح الايسر للماوس واسحب للاسفل بقد عدد البيانات العدي، تنتهي. هسه كل واحد اخلى عليه مثلا الخليه الفعاله على هذا، تطلع الصيغه مالته في شريط الصيغ. هذا هو الاي 4 مضروب في 4، هذا الاي 3 مضروب في 4، وهكذا. اذا الصيغه ممكن اعممها، قلنا في مربع تعميم لازم اول مره اكتبها. هاي مثلا خاصه، يعني هاي قضيه او صيغه خاصه. مثلا الوسط الحسابي مثلا، او العداد العفو، نريد نسوي عداد من الواحد للمية، وما اكتب 1 2 3 لحد المية، لا اكتب اما باستخدام صيغة طبعا، يعني اكتب اول قيمة ابتدائية 1، ثاني شيء
الثاني الخلية الثانية لا اكتبها كصيغة، شلون؟ قلنا بالصيغة نكتب يساوي. العداد اني اللي بعد الخلية اللي بعد زيد عن القبل بواحد. اذن القبل هي شو اسمها؟ اسمها اي واحد. اي واحد. زائدا واحد قلنا. واضغط انتر. قلنا شو نسوي؟ نعمم الصيغة من مربع التعميم. ارجع للمستطيل اللي به الصيغة اللي انا كتبتها. وابدي اعمم الصيغة هذه. ولحد ما اوصل يعني للقيمة اللي يريدها هو 100 110 150 كذا. لحد ما اوصل لل 100 واتوقف. هذا راح يفيدني بالصيغة. هذا شلون يفيدني؟ يفيدني اولا انا اعتمادي هاي الصيغة على اليمين. اعتماد الصيغة من التنوع اليمين على الـ E1. معناها اني من اغير قيمة الـ E1 هذه. اغيرها مثلا اخليها صفر. صفر. راح العداد يتغير ينقص واحد. اغيرها مثلا اخليها من سالب واحد يبدي راح يتغير وهكذا. اذن عندي اليه تحكم او كنترول سيطره على العداد مالتي انا. فلذلك الصيغ مهمه جدا في كتابه بعض الاشياء اللي انا احتاجها. يعني بعيوب اللي هي يعني من راح تسوي كوبي لازم تنتبه، او تسوي بيست لازم تنتبه بان انت تريد تسوي كوبي للصيغه او تخلي الصيغه الاصليه مرتبطه ب، تسوي مشاكل شويه. لازم واحد ينتبه بالكوبي والبيست للصيغ يعني للمرب للخلايا اللي بيها صيغ. فان شاء الله على المحاضره القادمه راح ناخذ يعني امثله على صيغ تفيدنا في ايجاد الوسط الحسابي او معلمات بالوسط الحسابي او انحراف المعياري او اي معلمة موجودة ضمن الاوساط والادوات الاحصائية. شكرا لحسن استماعكم.